وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف صبحي جمعة الناطق باسم الغرفة العسكرية زوارة. ورحب بك بداية، لو تطلعنا عن الساعات الأولى من تحرير قاعدة الوطية الجوية. نعم، السلام عليكم مشاهدي قناة الطرف. اليوم كما رأينا جميعا تحرير قاعدة الوطية من العصابات الإرهابية المتمركزة حصنا رحمها من المجتمع بعصابة الحكر. تم هذه القوة خارج القاعدة بالكامل، وفي غضون نصب للخطة العسكرية المحكمة التي قطعت وسط بركان ضوابط المتمثلة في قوات الجيش الليبي والقوى المساندة. تم دخول القاعدة والسيطرة على كل رجال القاعدة من الخارج ومن الداخل، وتم الدخول إلى الجشم التي يتحصن بها العدو من الوقود المواطنة. وتم السيطرة بكل تسجيل في خسائر في سقوط قواتنا. العدو طبعا يروج الآن في إعلامهم بأنهم سحبوا بخطة تكتيكية حسب كلام ناطقهم الرسمي، ولكنهم هاربون وسرون وينهزمون داخل هذه القاعدة، وسينهزمون داخل بقية المحاور في ترونا وفي منطقة القدرة. ما حدث بعد دخول بدأت عمليات تنشيط القاعدة البطية وتأمين المغابات الرئيسية بها، وأيضا تمشيط المخازن والدشان، فهي كثيرة طبعا تحتاج إلى بعض وقت أكثر فيهم. تم التأكد من هذه الجيش الأسلحة التي تم تخزينها داخل هذه القاعدة، الأسلحة أنواع كثيرة طبعا تم الرصد عليها هذا اليوم. وأيضا بعد التفجير الذي قامت به قوات الجوية بعدة من الدشم والمخازن، ولكن ما زالت الذخائر والصواريخ وذخائر الطائرات التي داخل القاعدة ما زالت قواتنا تتعامل مع هذه الذخائر، ويتم التمشيط والتشكيل فيها لحصر هذه الأسلحة، فإن هناك أسلحة غير كانت بطريقه غير سبعيه الى القوات الليبيه لذا هذا الجرم. ووزاره الخارجيه اليوم بدات في التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه لاطلاعها على من كان يدعم في الاجرام في ليبيا، ومن كان يدعم في قتل الشعب الليبي، ومن كان يدعم في عدم استقرار ونجاح ثوره 17 فبراير. اليوم شاهد على كل هذه الجرائم كما كان شاهدا في تحرير مدينه الرياض بالصواريخ الفرنسيه التي تقوم دوله الامارات المعاديه لليبيا بجدها لقتل ابناء الشعب الليبي واستمرار ثروات الليبيين. طوارنا وقواتنا من الجيش الليبي المعنويات مرتفعه، والكل في انتظار ساعات تقدم او عزاء التقدم من قبل غرفه عائلات البركان وغرفه البراوس لتقدم بقيه المدن. اود ان اشير او ان من العسكريه المناطق المحيطه قاعده الوطية الجوية، مناطق الجبل وبعض مناطق الجبل المتمثله في منطقه جزء من السندان ومنطقه الرجلان، بان يبعدوا هؤلاء الفارين من قبل قواتنا والذين الان يحصلون في بعض القرى والمدن في الخطوة. وحقنا ليس مع المدن او مع المناطق، حقنا مع ما يسمى تنظيم القرار الارهابي، ونحن سنلاحقهم اينما حلوا اينما صلوا. وكل الحدود وكل الاراضي الليبيه تحت الضربات تحت سيطره حكومه المشروع الوطني في الجيش الليبي، ولدينا استراتيجيه كامله للتعامل مع اي هدف داخل كل الاراضي الليبيه. فعلى جميع ابنائنا واهالينا في هذه المناطق نصح ابنائهم بالابتعاد عن هذا المجرم، لان ساعات ومبادرات في النفوذ والتقوى هذا المجرم والنصر قريب بقدر الله تعالى.